نشرت الممثلة المصرية زينة عبر حسابها على انستغرام صورة الفيلم الدعائي الجديد لها بعنوان الفلوس، معربة عن سعادتها بقرب موعد طرحه والذي من المقرر عرضه في دور العرض اعتبارا من يوم 25 ديسمبر الجاري 2019. وعلقت على الصورة قائلة: أنا متحمسة جدا. فيلم الفلوس قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المنعم المعطي، وإنتاج زين الكردي، ومن إخراج سعيد الماروق. مين ينتظر الفيلم معي؟ يا رب النجاح لي ولكل زملائي، ادعوا لنا. وظهرت زينة في الغلاب بإطلالة جرية أثارت بها غضب بعض المتابعين، خاصة وأنها قد نشرت مؤخرا صورة لها وهي ترتدي الحجاب وتصلي في مسجد الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي. وعلق الكثيرون عن التناقض بين دخولها المسجد وارتدائها الحجاب وبين الزي التي تلبسه في الفيلم الدعائي لفيلم الفلوس. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.